يمكن كابتن طارق الزمالك هيكون معانا. تشكيل المتوقع عماد السيد. نعدلك بس طريقه اللعب. اعتقد يعني بكره ممكن يبدا بعماد السيد، مش عمر صلاح. لا ده ابراهيم حسن هيبقى على الطرف هنا. تمام. ده ابراهيم مين؟ ابراهيم حسن. محمد ابراهيم. محمد ابراهيم هيبقى تحت راس الحربه. هنا مين؟ عمر السعيد. عمر السعيد. وهنا زيزو. زيزو هيبقى ناحيه الشمال، ممكن يلعب يلعب كده اثنين. ساسي. ساسي يبقى طارق حامد مع طارق حامد. فاهمني؟ يبقى في انطلاقات كبيره جدا لعبد الله جمعه. عبد الله جمعه. انت اطول مني يا مهيب، معلش. عبد الله جمعه مع زيزو ده ممكن بالظبط يعمل جبهه. هيعمل جبهه كبيره جدا. نفس الكلام بالنسبه النقاز. للنقاز طبعا مع ابراهيم حسن. اعتقادي ابراهيم حسن ممكن يبدا بكره في اعتقادي. الله اعلم. ممكن يعني ده تشكيل متوقع بقى يعني، ولكن هو ارتكاز نادي الزمالك الاثنين سواء ساسي او طارق حامد لازم ساسي يبقى له وجود شويه هجومي في المساحه دي، ويسيب طارق حامد لوحده في نص الملعب مع مسك اسال كابتن طارق نقطه سريعه جدا. مشكله نادي الزمالك كانت الطرفين الماتش اللي فات في الكور. ما هو لا الطرفين هيتغير منهم طرف يعني. عبد الله جمعه عبد الله جمعه اعتقد ان هو بدنيا اعلى من بهاء مجدي وكده. عمر السعيد لعيب بوكس يعني، لعيب ما عندوش القدره ان هو يتحرك في المساحات اللي بره 18. هو عايز دايما الكوره في ال 18 عشان يلطش باستمرار، يتسم بدماغه او برجله، فلا بد يكون مساعده من عبد الله جمعه، وبيضم زيزو يبقى جنب عمر السعيد، وابراهيم حسن طبعا بيقابل الناحيه العكسيه في ناحيه الشمال لو عبد الله جمعه بيعمل الكوره بالعرض. لازم يبقى في مسانده من الباكين سواء نقاز او عبد الله جمعه، لان انت هتلاقي ساسي يميل شويه لو الكوره من هنا هتبص، تلاقي ساسي يميل على الناحيه دي، وبالتالي هيجي محمد ابراهيم تحت الحته دي، وطارق حامد هو اللي واقف في نص الملعب بحيث ان هو يعمل التامين المطلوب لو الهجمه من ناحيه الناحيه اليمين. لو الهجمه من ناحيه الشمال هتلاقي نفس الكلام، محمد ابراهيم لازم يخش جوه، طارق حامد هيبقى بره ال 18، وساسي هو اللي هيبقى في المساحه الفاضيه اللي بيعمل. ده دخلهم جوه. لازم هو انت بتتكلم في محمد ابراهيم. طارق وساسي دول على طول بره ال 18. طب انت هل انت محمد ابراهيم ما عندوش سرعات يا لا عنده ما انت عندك لسه محمود عليا كابتن والونش. انت بتتكلم في اثنين هما واربعه يعني. لا اربعه انت بتدافع باربعه. انا شايف ان اربعه كفايه جدا، لان الاسماعيلي لما هيجي يهاجم هيهاجم بثلاثه على الاقل، لان الهجمه مرتده للاسماعيلي، والاسماعيلي مش هيلعب هجمه مرتده بس. هل تتوقعها بكره ان الاهلي ممكن يحسم الدوري ويفوز على المقاولين ويخلص والله كل شيء وارد يا مهيب. ممكن الاهلي يخلص، ممكن المقاولين يعمل مفاجاه ويتعادل، الله اعلم، بس هي يعني كل شيء وارد يعني. توقعاتك مباراه الزمالك والاسماعيلي؟ الله طبعا انا مش ممكن الاسماعيلي يعمل مباراه صعبه. مباراه صعبه. لا ما انا بقول لك مباراه صعبه. مش احتمال الزمالك. انا بقول لك مباراه صعبه للزمالك زي ما قلت على النادي الاهلي، بقول على الزمالك قد يكون الزمالك يكسب، قد يكون الاسماعيلي يتعادل او يكسب، الله اعلم. لكن المباراتين هيبقوا فيهم كوره، هيبقوا فيهم حماس، وهيبقوا فيهم اعتقد يعني نوع من انواع التركيز الشديد جدا من اللعيبه كلها، لان كل فرقه عايزه تكسب. الزمالك عايز يكسب، والاهلي عايز يكسب، والاسماعيلي عايز يكسب، والمقاولين عايز ينهي برضه موسم جيد. كابتن خالد. لا انا بقول لك هي المباراتين هيبقوا مهمين جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. المقاولين والاسماعيلي بالنسبه لهم المباراه مش هتأدي لهم لاي اهداف، انما في الاخر ان هو كل واحد بيدافع عن اسمه. الفرقتين فرقتين كبار، المقاولين فرقه كبيره، اسماعيلي فرقه كبيره، كل واحد عايز يؤدي الاداء اللي يحترم، ونتمنى ان نتفرج على مباراتين كويسين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كابتن طارق. شكرا لك كابتن خالد. هل يحسم الدوري المصري غدا ان شاء الله؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله غدا. حلقه جديده اللعيب، حلقه مهمه جدا جدا، وحلقه خاصه جدا جدا بعد مباراتي الزمالك والاسماعيلي والاهلي والمقاولين. الى اللقاء.